نفهمكم ما الطيران الحرب يطلع اي من عندنا يطلع قنابل مدري شنو قنابل شمبريلا محترم وين لسه عاملينها لك حمق انا اشباك يا زلمه اسات مجهد راح مسنا محمد كانوا محط عليه بزنته نفس الضربة لا 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 تحرك يا شباب ثاني قاري على البيت هذه حرام هذا صار مرتين يستهدفوا هذا البيت هذا مداعش البيت يرجع لحضن الوطن باكر فيه يستخدم ضده ما؟ ما رجع حضن الوطن لا. 4/11 في يوم 4 استهدف الطيران الحربي بلدة خان طومان ب 4 قذائف ب 4 صواريخ. قام الطيران الروسي باستهداف قرية خان طومان بأربع غارات، هذه إحدى الغارات التي أدت إلى حريق وهدمار هائل. هذه الغارات تؤدي إلى حريق في أي مكان تسقط فيه القذيفة، تؤدي إلى إحداث حريق هائل جدا. لأول مرة يستخدم الطيران الروسي هذه النوع من الصواريخ التي تنبعث منها رائحة شديدة جدا، ويعتقد أنها فسفوري هذه الصواريخ التي استخدمها لأول مرة في الريف الجنوبي.